في ظل غياب الأصوات الإسلامية المعتدلة في وسائل الأعلام. أخذت مؤسسة الأزهر الشريف المبادرة للتصدي للجماعات التكفيرية المتطرفة والتي تنشر أفكارها المشوهة والمضللة عن الإسلام. الأزهر في إطار حربه على الإرهاب والتطرف بدأ رحلة علمية لتدريب دعاة المساجد على مواجهة الخطاب الإعلامي والدعائي للجماعات التكفيرية مثل داعش وغيرها، والخوض في المسائل المعاصرة والتي تجتاح العالم العربي، وأخذت ضجة كبيرة في وسائل الأعلام. المراقبون أشادوا بدور الأزهر الشريف في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدين أن المواجهة الفكرية خاصة في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة هي السبيل الوحيد للتصدي للجماعات التكفيرية والجهادية، وشددوا على أن الأزهر الشريف الوحيد القادر بمؤسساته الدعوية وجامعته العريقة على القيام بهذه المواجهة في ظل امتلاكه بعثات في معظم أنحاء العالم، فضلا عن وجود طلاب من مختلف الجنسيات يتلقون صحيح الدين على يد كبار العلماء بالأزهر الشريف. للأزهر نجاحات ملموسة في مواجهة الإرهاب في مصر، وقد انحصرت الكثير من مظاهر العنف بالبلاد بفضل جهود المؤسسة الدينية ودورها الواضح في فضح أصحاب الأفكار الضالة البعيدة عن سماحة الإسلام ووسطيته. إن نجاح الأزهر في مصر يمكن أن يتم تصديره للخارج من خلال تجنيد خريجيه من كل الجنسيات للقيام بدورهم في مواجهة الإرهاب في بلدانهم، فلا بد من تفعيل ما جاء في دستور العام 2014 والذي نص على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية. وتفعيل هذا النص يغلق الباب أمام محاولات بعض الجماعات الإسلامية استغلال المساجد والدعوة إلى تحقيق مكاسب سياسية. فقراتنا مصر العظيمة، مصر الجميلة، مصر عظيمة وجميلة بكل حاجة، مصر عظيمة وجميلة بتقاليدها، بسماحتها، بالامتزاج الغريب اللي بنشوفه في مختلف الفئات ومختلف الطوائف ومختلف الأديان. مصر دايما كانت بتحتضن الأديان كلها، ودايما كنا بنعيش مع نسيج متلاحم، نسيج واحد بنقدر من خلاله ان احنا نتعايش في أمن وأمان وسلام. للأسف الشديد في الفترات الأخيرة أصبح هناك العديد من المشكلات اللي بنواجهها في المجتمع. هل لأننا يعني اختلف تفكيرنا؟ هل لأننا أصبحنا مستهدفين بشكل أو بآخر؟ مطلوب مننا أن احنا نفهم بسرعة، ومطلوب مننا أن احنا نوجه تفكيرنا للطريق السليم والطريق القويم. مفيش أفضل من الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى دلنا عليه في مختلف الأديان، سماحة الإسلام اللي للأسف بيساء استخدامه بشكل سيء جدا، وبيتم تشويه شكل الإسلام من خلال مجموعات ومن خلال جماعات. محتاجين أن احنا نتعرف على صحيح الإسلام بشكل إيجابي أكتر. خلوني أرحب بضيفنا اللي مشرفنا النهاردة في 10 الصبح، الداعية الإسلامي دكتور محمود هيكل اللي منورنا. صباح الخير وأهلا بحضرتك يا فندم. زي حضرتك دكتور محمود. يعني خلينا نبتدي بادئ زي بدء كده بسماحة الدين الإسلامي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الإسلام دين رائع، ولكن لمن يفهمه. الإسلام أتى على جاهلية كانت موجودة. الجاهلية كان فيها من مساوئ الأخلاق الكتير، كان فيها عنف، كان فيها دم، كان فيها ظلم، كان فيها تفريق وتمييز، الغني غير الفقير، الرجل غير المرأة، كان فيه عشوائية في المعاملات والعلاقات وفي كل شيء. لما الإسلام جه حرم كل ده، وجه نفى كل ده، وجه بعكس كل ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جاء أسوى للناس،
ربنا سبحانه وتعالى قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما المفسرين فسروا كلمة رحمة قيل أنه رحمة في كل شيء، رحمة في الكلام، رحمة في الفعل، رحمة في كل حركاته وسكناته. روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم ما شتم أحدا، ما ضرب أحدا، ما سب أحدا. عشان كده ديننا مش دين مناسبة أو دين موقف، لا، ديننا جاء لكل الأزمان ولكل الأماكن ولكل الناس عامة، ما خصص ربنا سبحانه وتعالى حد يأتي له بالدين الإسلامي، إنما لكل الناس لما فيه من سماحة. وهو أصلا اسمه إسلام، فمعنى الإسلام هناك في مسالمة، في حب، في تسامح، في إخاء، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وجب على كل مسلم ومسلمة إن هو ياخده قدوة. عشان كده بنيجي نقول إحنا بنرجع تاني وبننحدر لأمور وتصرفات وأحداث زي اللي حصلت في الجاهلية. صحيح. هو ده الواقع اللي احنا بنعيشه. لو نطبق الإسلام صح، لو نلجأ للكتاب والسنة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه في الحياة العملية، أكيد كلنا هنبقى عايشين في حب وود وسماحة إلى ما لا نهاية. بس ياريت نجرب. جميل قوي ان احنا نطبق اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا به من خلال القرآن وسنة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ومفيش اكثر من المواقف اللي الرسول يعني قام بيها، ونقدر ان احنا لو اتخذناها قدوة نقدر ان احنا نستفيد منها. صحيح. سيرة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في التسامح حتى مع الاعداء في احلك المواقف وفي اشد المواقف، النهاردة محتاجين ان احنا نعيدها ازاي ونعيد صياغتها بالنسبة لابنائنا، خصوصا في الوقت اللي محتاجين ان احنا نصحح المفاهيم بشكل ايجابي اكتر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يحذر من المشاحنات والاختلافات، وقال في اكتر من موقف ان الاختلافات بتؤدي للفشل في النهاية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. فلما يكون في ناس معينة او طائفة معينة يعني طابعها ومعاملاتها وأخلاقها ومنهجها هو طابع العنف أو عكس ما جاء به الإسلام، فلابد أنه هو يعني حيكون مدحور في وقت من الأوقات حتى وإن على صوته. لأن أحيانا الباطل لما بيكون كتير ممكن بصوته العالي بيظهر وبيروج ليه. لما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الناس من الكلمة وخطورتها عشان خاطر ما تقعش في خطأ ان انت تشتم حد او تسب حد، فما بالنا بقى لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في حرمة الدم او في الاختلافات اللي بين الناس اللي بتأدي للتخوين وبتأدي الى التجريم وهكذا. ياريت ندعمها دكتور محمود، معلش يعني اسف اقطع كلام حضرتك، بس انا عايز حضرتك تدعمها لنا بموقف حرمة الدم، ده اللي احنا محتاجينه النهارده. أيوة. قوي ياريت ندعمها بمواقف من جميل. سيرة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا جاي لحضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم في كتير من المواقف هو ارسل لناس مش مسلمين يعني على غير الدين. أيوة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. عايز تقنعهم بسماحة الإسلام لازم يكون خطابك خطاب محترم وكويس، لازم يكون كلامك على بينة. فبالتالي لما يكون هناك في عنف ما بيكونش في استجابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعامل غير المسلمين في المواقف الحروب مثلا في الفتوحات الإسلامية أو لما بيحمي الضعفاء والمساكين والنساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعاملهم بكل سماحة وبكل حب وود. ولو عايز تحتفظ بدينك مفيش مانع، لكن احنا مش جايين لإراقة الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف يقابله أحد المشركين ويكلمه بأسلوب مش كويس ومش لائق وبأسلوب مش كويس، يقول له يا محمد يعني، وممكن يمسكه يعني. ورد إن أحدهم جذب النبي صلى الله عليه وسلم من هدومه، وبالتالي كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامة. ليه بيعمل كده؟ هل عن ضعف؟ أبدا، ده وراه رب العزة سبحانه وتعالى يحميه وسينصره. ولكن دي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي وبيقول لحضرتك وبيقول لنا كلنا، ياريت معاملاتنا وأخلاقنا لا تتعدى هذا الإطار عشان ما نبقاش طرف تاني إحنا مش عايزينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أكتر من حديث، أذكر منه حديث واحد. أتدرون من المفلس؟ بيكلم الصحابة وبيكلمنا. فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما معهوش. قال لهم لا،
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، إيه النتيجة؟ صحيح. يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ما هي مظالم لابد أن هي ترد طبعا. كل واحد له مظلمة وأنا كنت السبب فيها هيخدها مني، يأخذ ده من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ هو من سيئاتهم فطرحت عليه ثم كب على وجهه في نار جهنم. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام القويم الذي أتى بمحاسن الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض لأنه كان بيطبق قبل ما بيقول، ما كانش بيقول للناس وهو بيخالف، فكان كل فعله وكان كل نصائحه ان احنا لابد ان احنا نتصالح، نكون معاملتنا معاملة كويسة. وعندنا شاهد الأوس والخزرج في الخلافات اللي بينهم، كان في قتال، الصحابة اقتتلوا، رفع على بعضهم السيوف، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسعى للمصالحة، هلما بينا نصلح بينهم. ليه؟ لأن وظيفته دي. عشان كده احنا كدعاء وكإعلام لابد برضو تكون وظيفتنا ان احنا نبصر الناس ان الدين بتاعنا هو ده، المصالحة والحب والتسامح، وغير كده فانه ليس من الاسلام في شيء. تمام. اللي عايز اقوله بقى ازاي نقدر ان احنا ننشئ جيل او نشأ على الاسلام الوسطي، على يعني انا صحيح. طول عمرنا بنشوف اهلنا بيصلوا وقالوا لنا لازم تصلوا، يعني ماشيين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما وصلناش للتعصب، ما وصلناش للإرهاب، ما وصلناش للفكر المختلف عن الدين السامح بتاعنا اللي احنا تربينا عليه. نربي أولادنا إزاي على التسامح؟ نربي أولادنا إزاي؟ نستقي المعلومة الدينية من أين؟ جميل. سيد حاتم، هناك قاعدة شرعية بتقول النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وإحنا في وقت دلوقتي أصبح اللي بينصح يعني بالعافية، أو المنابر التصحيح الناس بتبتعد عنها لانشغالها بالدنيا واهتمامات تانية كتير. معظم شبابنا مهتم باهتمامات تانية، لكن عشان خاطر إن هو يجي يسمع لي محتاج إن أنا أقوم وأشد وأقول له تعالى أقعد واسمع. اختلف الجيل عن الجيل لأن إحنا مش زي الآباء والأجداد اللي فاتوا. هم كانوا في زمن فيه بركة، كانوا كلهم يعرفوا بعض، كان فيه خير، وأكيد حضرتك عندك العيلة بتحكي لك طبعًا. كانت عاملة ازاي ودلوقتي احنا عاملين ازاي. انا لحقت شوية من الوقت ده عشان كده متضايق اني مش عارف اطبق ده على دلوقتي. زعلان اللي بيحصل على اللي بيحصل دلوقتي، ان في اصبح انشغال تام من الناس، فاهتمام الناس بامور الدنيا وبعدهم عن الدين انا شايفه ان هو ده العامل الاساسي في ان الناس ما عادش بتعرف ايه الصح من الغلط. صحيح. لكن واجب الدعاء والعلماء ومؤسسة الأزهر في المقام الأول إن هي تكثف من خطاب الدين. أنا يمكن مؤخرا مؤسسة الأزهر عملت حاجة كويسة، إن هي بدأت تطلع جوالات دعوية في المساجد. صحيح. طب الكلام ده كان فين؟ ما كانش موجود أو كان موجود على نطاق صغير. كويس. أيوة. ابتدينا دلوقتي نبدأ إن احنا نبصر الناس، يحاول بقى نشوف الخطاب اللي هيتقال إيه. لأن أحيانا أنا برفض خطابك لمجرد ما أنا شايفك مكشر أو صوتك عالي أو بتكلمني في الترهيب قبل الترغيب. بالزبط. ما تعرفني، قول لي إن في ثواب قبل ما تقول لي إن في عقاب، ساعتها هسمع لك. ساعتها لما أنت تيجي تجيب لي سماحة الإسلام في قال الله قال الرسول هتلاقيني منصت ليك وأقول لك أنا أسمع الكلام ده لأول مرة. إنما الخطاب الديني أحيانا بينفلت من بعض الدعاء لعدم الخبرة أو لعدم الفهم أو لعدم التخصص والدراسة. فأنا بقول لو إحنا عايزين نصحح المسار ونصحح أوضاع شبابنا اللي هم بعدوا كتير عن أهلنا زمان، نقدر إن إحنا نكلمهم بلسانهم وننزل لأماكنهم ونشوف فين تجمعاتهم واهتماماتهم. من خلال إيه يا دكتور؟ يعني دكتور محمود، الحقيقة الفترة الأخيرة كان في نوع من التشتت الشديد جدا، وللأسف الشديد ساهمت فيه بعض القنوات الفضائية، ظهور عدد ممن يدعون إن هم مشايخ ولكن للأسف الشديد كان أسلوبهم بعيد كل البعد عن صحيح الإسلام. أعتقد إن ده اللي حضرتك بتقوله هو الأهداف اللي أنا يجب أن أنا أسعى إليها، ولكن آلية التنفيذ مع الإمكانيات اللي موجودة مع حالة التوتر اللي موجودة في المجتمع محتاجة إن احنا نفكر إزاي إن احنا نحقق ده بما يتناسب مع فكر الشباب اللي حضرتك تفضلت وأشرت إليه وقلت إن احنا شبابنا مختلف عننا. كل سنة بتفرز جيل مختلف عن الجيل اللي قبلها، نعملها إزاي؟ والله ربنا سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وظيفة الداعية اللي ربنا سبحانه وتعالى سخره لدعوة الناس، وان هو يصحح مفاهيم مغلوطة عند الشباب، ان هو يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ما قالش غير كده.
عشان كده انا بقول ان دائما وابدا واجب الداعية ان هو يصبر ويتصبر، وحيلاقي معارضات كتيرة جدا ما يقفش. النبي صلى الله عليه وسلم لو بصينا للمعارضات اللي واجهها، معارضات قاتلة تخلي اي حد يقول انا مالي ومالكو، ما تعملوا اللي انتوا عايزينه ويسيبهم ويمشي. لكن ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصبر؟ عشان يقولك انت يا داعية يا اعلامي اصبر شوية على الناس، وخليك ثابت على الكلمة بتاعتك والرسالة بتاعتك اللي هي نزلت موافقة لرسالة السماء. انت مش بتقول كلام غلط، لا، ده هم محتاجين صبر عشان يفهموا. انا شايف ان موضوع ان احنا نتصبر على الشباب، او ان احنا ناخد بايديهم، او نتحمل بعض الافكار اللي انحرفت بسبب دنيا مفتوحة، انترنت اصبح شاغل كل البيوت وكل العقول، شباب كل حياتهم اجهزة ان هم بيقروا منها. طيب نرجع للاصل شوية، خلينا نرجع. ربنا بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول، لو اتفقنا على القاعدة دي اكيد هننجح كتير. نسيب ان يعني ما فكرش بعقل غيري، لا، انا اشوف ربنا سبحانه وتعالى قال لي ايه في القرآن. ليه بيوتنا افتقدت لقراءة القرآن او لسماع القرآن؟ ما عادش ليه فيه المجلس العائلي الاسري اللي بيجمع فيه الاب اولاده ويقول له تعالى نقرأ 10 آيات من القرآن. طب تعالى قل لي انت عملت ايه الاسبوع ده؟ صفحة بعد كل 5 آيات. انت عارف لو في آية واحدة فقط وقروها هيبقى فيه نظام عائلي ربنا رضى عنه سبحانه وتعالى، وربنا هيولد البركة في الشباب دولت. الأب لما يدور على أولاده، أنت بتعمل إيه؟ مين أصحابك؟ بتروح فين؟ بتيجي منين؟ مش تطفل منه، ولا أنه هو بيزود الخناق على أولاده، لا بالعكس، لأنه راعي. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو بدأنا من البيت المجتمع ربنا هيصلح حاله. فهي الأسرة هي الأساس، الأب هو الأساس. الأم تقعد مع بنتها، انت بتعملي ايه؟ وتشوف الافكار الدخيلة عليها، بتقري ايه؟ بتتفرجي على ايه؟ مين صاحبتك؟ لان احنا شايفين المشاكل كترت ليه؟ لان كل واحد اصبح مشغول، وكل واحد اصبح في وادي. لقمة العيش بتشد الراجل، والست بتشتغل برضو عندها شغل البيت وده ضروري. شبع على شيء شبع علي، الله ينور علي، اهلي بيصلوا هطلع اصلي. صحيح. لو طلعت لقيت اهلي مش يعني بيسمع الاذان وقاعد على الكمبيوتر ولا قاعد يتفرج على التلفزيون هطلع زيه للاسف. الشعر بيقول الحمد لله، الشعر بيقول ليس اليتيم من انتهى ابواه من الحياه وخلفاه ذليلا، ان اليتيم من الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. صحيح. اللي بعيد عن اولاده ما يستناش منهم نتيجه ان هم يكونوا عاملين فاعلين مجتهدين محبين لبلدهم محبين لدينهم محبين لنفسهم، ان هم يكونوا افضل ناس واحسن ناس. اكيد هيروح للناحيه الثانيه اللي احنا عايزين نبعد عنها، وننصح الشباب ان هم يرجعوا منها تاني. صحيح. ومش كل الشباب عشان ما نبقاش لا طبعا احنا بنتكلم عن اللي مفروض ان هو يحصل يعني. لكن اخيرا مش هنقدر ننكر ان احنا عندنا فئه في المجتمع للاسف لديها المفاهيم المغلوطه بشكل كبير جدا، متاثره بشكل كبير، بتؤثر كمان في المجتمع للاسف بالافعال السلبيه اللي موجوده اللي بنحاول ان احنا نتصدى ليها. كيفيه التعامل باخلاق الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وبتعاليم الدين السمحه مع هذه الفئه اللي ربما يكون في يعني نوع من التوجه اللي هي صارت فيه بشكل او باخر، نتصرف ازاي؟ أستاذة نجلاء، من السنن الكونية لربنا سبحانه وتعالى في الأرض أن يكون في أهل الحق وأهل الباطل، أهل الهداية وأهل الضلال. دي قاعدة متزنة لابد أن هي تكون حتى قيام الساعة، خير وشر. يعني لازم أقدر بعقلي وبعلمي وبديني أميز ما بين الصح من الغلط، أن أنا أقدر أرجع تاني لديني عشان خاطر أقول اللي بيحصل مين الكويس ومين الوحش. فأهل الباطل موجودين على مر الزمان، وده مش غلط، لا، دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الصح اللي المفروض ان احنا نعمله ان احنا نبصر نفسنا واولادنا وشبابنا وبناتنا ان فيه اهل باطل لابد ان احنا نتحاشاهم ونتحاشى الفكر بتاعهم. النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كان بيبصر الناس بصحيح الدين من القرآن والسنة، وكان بيتعرض عليهم الكلام ده وما زالوا برضو مختلفين مع النبي عندا وكبرا، بيتكبروا ان هم يعرفوا. الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن سمع كلام قال ده مش شعر ولا كلام بشر. صحيح. قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعل ولا يعلى عليه. بعد ما رجع الأهل الباطل اللي هو جاي من عندهم وقالوا له أنت إزاي تقول كده، رجع تاني كفر بالكلام ده
ما أسلمش. ربنا سبحانه وتعالى توعد في القرآن سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، في سورة المدثر. الشاهد من القصة دي إيه؟ إن هو لما رجع ليهم تاني عملوا له غسيل مخ. قالوا له أنت إزاي تقول كده؟ أنت مش ناسي دين الآباء؟ دي الردة يا دكتور. أيوة، عشان خاطر أقول إن في غزو فكري. أنا ممكن يتعمل لأي شاب غسيل مخ بأفكار، وأنا ممكن بلساني وبحسن البيان أخلي له الباطل حق وينقاد ليا ويسمع كلامي ويتبعني ظنا منه ان انا الصح، ومع ذلك انا بزود. هو ظنا منه انه صاحب رساله وان هو بيجاهد وان هو بيقوم بعمل يعني هيثاب عليه للاسف الشديد. فمن هنا بتكون الـ 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 الغلط في التفكير او الافكار المغلوطه بشكل كبير. دكتور محمود، احنا شعب جميل وبسيط، والناس حبايبنا اللي عندنا في 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 القرى والنجوع لما يطلعوا يلاقوا واحد ملتحي وداعية إسلامي وبيطلع في التلفزيون بيقول قال الله وقال الرسول هيأمنوا بيه على طول، يعني هيمشوا وراه على طول، لأنه خلاص يعني الراجل بيتكلم على في الدين. وهم يعني ما أنا لما أشوف واحد في التلفزيون بيجي لي لغاية عندي في بيته بيحكي لي على ديني أكيد هسمع منه. صحيح. زي ما قالت نجلة، القنوات الدينية اللي كانت بتبث سموم كتيرة جدا قدرت إن هي للأسف تغير حاجات كتيرة جدا في الدين الإسلامي بشكل كبير. والشباب في منهم كتير جدا او الناس البسطاء الجمال يعني اخذوا معلومه غلط او وصلهم معلومه ممكن تكون غلط، فابتدى يبقى فيه تعصب، ابتدى فيه اللي احنا شايفينه في الفتره اللي فاتت دي. احنا بقى دورنا في الفتره اللي جايه دي مش كفايه بس ان انا ارسل كازهر بعض القوافل في القرى والنجوع والمناطق اللي هي ما بيوصلهاش مثلا البث او كده، لازم اروح لهم في بيتهم زي ما اي حاجه بتخش لهم، زي ما القنوات دي قدرت تخش لهم. تلفزيون مصر بيخش لهم برضه، احنا عندنا بنعمل برامج دينيه، عندنا بنستضيف فقرات زي حضرتك كده، ناس تطلع مستنيره تقول للناس تعمل ايه، لكن برضه في حاجه ناقصه، ايه الحلقه المفقوده هنا؟ عايزين نرجع الشباب دول تاني للتسامح، للدين الاسلامي الجميل اللي اهلنا ربونا عليه، اللي احنا اتعلمنا ديننا من يعني الائمه الافاضل اللي احنا عشنا وقرنا لهم وتربينا عليهم. جميل. نعمل ايه؟ والله يا استاذ حاتم هرجع برضه اكرر واقول ان النواهي الاساسيه هي الاسره. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صحيح. أنا بتكلم دلوقتي مش مع الشباب وبس، أنا المفروض يسمعني ويركز في كلامي الأب والأم، لأن هو القائد. صحيح. القائد في المنظومة الصغيرة اللي هي البيت، عشان خاطر كلامي يوصله وينفذ ويطبق في بيته. صحيح. أنا بقول إن أنا بظهر كداعية لكل الناس، بس كلامي أكيداً للآباء والأمهات في المقام الأول، لأن هم المسؤولين. صحيح. ابنك شوفه رايح فين، وأنا بقول وبأكد ربنا سبحانه وتعالى مش هيصلح من حال ناس غير لما هم يصلحوا من أنفسهم. صحيح. مع دين ربنا سبحانه وتعالى، لما نتربى على القيم والمبادئ اللي كان عليها آبائنا وأجدادنا والعائلات اللي كنا بنشوفها زمان والاحتواء الأسري والعزوة الآخر، الكلام ده لما نرجع الكلام ده تاني ونطبقه في بيوتنا، والأب يدور على ابنه والأم تجيبه تحتوي بنتها، ويبقى فيه حب وصداقة وصراحة. ده المثل الشعبي بيقول إن كبر ابنك خويه. صحيح. خويه مش عشان خاطر إن هو طول شوية، لا، خويه بالأفكار، خويه إن أنت تكلمه كراجل تفهمه وتبصره قول له خد من الخبرة. أنا ممكن أكون دقة قديمة زي أنت ما بتقول، بس صحيح. عندي خبرة كويسة الحقيقة. الأجيال بتتعاقب والكلام ما بينتهيش، يعني الحديث ممتع جدا، ولكن للأسف الشديد احنا وقتنا خلصان من بدري، لكن مش قادرين إن احنا ننهي الفقرة. احنا سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا، الداعية الإسلامي دكتور محمود هيكل، النموذج للداعية كما يجب أن يكون بنقل الخبرة الحقيقية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور، نورتنا. وهنطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل لقاءاتنا مع حضراتكم في 10 الصبح. وما تنسوش ان شعارنا النهارده لا للارهاب ولا للعنف، ودعوه الى التسامح والسماحه في كل الاديان.